ما هو داء السكري؟ هو متلازمة تتصف باضطراب وارتفاع في تركيز سكر الدم الناجم عن نقص هرمون الأنسولين أو انخفاض حساسية الأنسجة للأنسولين أو كليهما. كيف يصاب الإنسان بالسكر؟ الوراثة، حيث تلعب الوراثة دورها في النوع الأول والثاني من مرض السكري. التهاب مزمنة البنكرياس، نمط الحياة السيء، حيث يلعب النظام الغذائي غير الصحي وإهمال الرياضة دورا كبيرا في الإصابة. أعراض الإصابة بالسكر: زيادة التبول، خمول وتعب مستمر، تغير في رائحة النفس، تغير في البصر، الشهية في تناول الطعام، وأحيانا الإصابة بالغيبوبة. طرق الوقاية منه: الرضاعة الطبيعية، التغذية السليمة والصحية، ممارسة الرياضة بانتظام، تزويد الأطفال بفيتامين د أو ب3 يقلل من فرص الإصابة. نسبة الإصابة به عند الكبار والأطفال: هنالك 3 أنواع من مرض السكر. النوع الأول يمثل ما نسبته 10% من المصابين بالسكري، وهو يصيب الأطفال ويعتمد على الأنسولين كلياً. النوع الثاني يمثل ما نسبته 55% من المصابين بالسكري، وهو يصيب البالغين وكبار السن، علماً بأن 20% من المسنين وأصحاب الوزن الزائد يعانون من هذا النوع. النوع الثالث سكر الحمل، وهو نادر الحدوث. المضاعفات والأمراض التي تتشعب منه: إذا لم يتمكن المريض من ضبط السكر ومتابعته باستمرار، فإن كل جزء أو عضو من جسمه سيتأثر عاجلاً أم آجلاً. تلف القلب، فشل كلوي، نخر العظام، اختلال الشبكية وضعف البصر، ضمور بالشريان التاجي للقلب، تقرحات جلدية وغرغرينا، بالإضافة إلى اختلال الأعصاب وفقد الإحساس ثم ضمور العضلات. كيفية العلاج والأدوية الخاصة بذلك: بالنسبة للنوعين الأول والثالث فيعتمدان على الأنسولين كليا، وأما بالنسبة للنوع الثاني فيعالج بتغيير نمط الحياة كالحمية الغذائية الصحية وممارسة الرياضة بانتظام. إذا لم يساعد الالتزام بالهرم الغذائي في تنظيم السكر، فيتم البدء بعلاج الجلوكوفاج منظم السكر، ثم دعم كرون حبوب السكر إلى أقصى جرعة، وإن لم ينتظم السكر يتم التحول إلى الأنسولين. كيف حالك اليوم يا أستاذ حسن؟ أفضل قليلاً، الحمد لله. كيف هي النتائج اليوم يا دكتور؟ حالة القلب مستقرة، ولازلنا نتابع مستوى السكر كي نتحكم به. كما أخبرتك بالأمس يا أستاذ حسن، فإنك قد أصبت بجلطة قلبية نتيجة ضيق شرايين القلب. ولماذا حدث هذا؟ حدث هذا نتيجة لعدة عوامل، أهمها ارتفاع مستوى السكر. هل لديك متابعة دورية مع طبيبك لملاحظة وعلاج السكري؟ زيارتي الأخيرة للطبيب كانت منذ حوالي 9 أشهر، ولم أذهب إليه في موعدين سابقين. وهل تتناول الأدوية بانتظام يا أستاذ حسن؟ ليس كل يوم، وبعض الأدوية انتهت ولم يعد لي منها شيء. هناك عامل آخر له دور في حدوث جلطة القلب، فقد وجدنا أن مستوى دهون الدم مرتفع لديك. يبدو أني لم أكن مهتماً بصحتي، وهذا ما أدى إلى هذه المشاكل. ما هي المضاعفات الأخرى للسكري؟ وهل يمكن تجنبها؟ وما هي الفحوصات التي يجب أن أجريها؟ هل حضرت برنامج السكري التعليمي من قبل؟ لا، لقد كان لدي موعد مع مثقفة السكري ولكني لم أذهب. فأنا أعاني من مرض السكري منذ 10 سنوات وأعرف الكثير عن هذا المرض. من الواضح أنك بحاجة إلى مساعدة يا أستاذ حسن، سوف أرسل لك من يساعدك. السلام عليكم يا أستاذ حسن. وعليكم السلام، من أنت؟
أنا الآنسة السكر، مثقفة السكري. كيف حالك اليوم؟ الحمد لله. أود أن أستعرض معك بعض المعلومات عن السكري وكيفية الاهتمام بصحتك. شكراً لك، فأنا بحاجة لهذا. لقد أخبرني الطبيب بأن مستوى السكر مرتفع لدي، هذا بالإضافة إلى ارتفاع الدهون، وقد سبب جلطة القلب. أنا أحس بالتقصير، فلم أكن أتابع مع الطبيب بانتظام، ولم أحضر برنامج السكري التعليمي. دعنا نبدأ من جديد يا أستاذ حسن. مرض السكري له عدة مضاعفات، منها جلطة القلب التي تحدث نتيجة ضيق الشرايين بسبب ارتفاع السكر وارتفاع ضغط الدم وارتفاع دهون الدم وكذلك التدخين، فينتج ضرر دائم لأجزاء من القلب. نفس المشكلة يمكن أن تحدث في شرايين المخ فتنتج جلطة دماغية، والتي قد تؤدي إلى شلل أو ضعف في أطراف الجسم واضطراب النطق. من المضاعفات الأخرى للسكري أمراض العيون مثل اعتلال الشبكية واضطراب النظر. هذه صورة شبكية سليمة، وهذه لشبكية مريض السكري، حيث إن مستوى السكر لديه مرتفع لفترة طويلة. ومنها أيضاً أمراض الكلى، حيث تقل وظيفة الكلى وبالتالي تضعف قدرة الجسم على التخلص من السموم، وقد يؤدي هذا إلى الفشل الكلوي والحاجة إلى الغسيل الكلوي. ومنها كذلك أمراض الأعصاب، فتسبب آلاماً في أطراف الجسم واضطراب الإحساس، وهذا قد يسبب التهابات الأقدام والعظام، وقد يؤدي في مرحلة متأخرة إلى بتر الأقدام. ومن مضاعفات السكري أيضاً الضعف الجنسي عند الرجال والنساء، وكذلك التهابات اللثة وتسوس الأسنان، وأيضاً التهابات الجلد والجهاز التناسلي. هل صحيح أن كل مرضى السكري سيصابون بهذه المضاعفات؟ لا، هذا ليس صحيحاً، فإن الخطة العلاجية التي تشمل التحكم بمستوى السكر والفحص الدوري يمكنها منع المضاعفات أو تأخيرها على الأقل. كيف يمكنني التحكم بالسكري ومنع مضاعفاته يا آنسة سكر؟ بالمتابعة الدورية مع الفريق الطبي لمتابعة مستوى السكر وعلاجه وإجراء الفحوصات المبكرة للكشف عن المضاعفات. وما هو مستوى السكر المطلوب لمريض السكري؟ يجب على كل مريض مراجعة طبيبه لتحديد هذا. بشكل عام فإن المستويات المطلوبة هي أقل من 130 قبل الوجبات، وأقل من 180 بعد الأكل بساعتين. أما تحليل معدل السكري فيجب أن يكون أقل من 7% أو 154. ما هو تحليل معدل السكر؟ ولماذا رقمان؟ تحليل معدل السكر ويسمى أيضاً مخزون السكر أو السكر التراكمي هو تحليل دم يجرى في المختبر ويعطي مؤشراً على معدل سكر الدم خلال الأشهر الثلاثة السابقة، وتكون النتيجة على صورة نسبة مئوية، وهذه النسبة يمكن تحويلها إلى رقم يماثل تحليل سكر الدم في البيت. فمثلاً نسبة 10 تعادل 240 ميلي جرام، وهي نسبة مرتفعة. وأذكرك أن معدل السكر المقبول هو أقل من 7%، والذي يساوي 154. من التوصيات الأخرى للعناية بالسكري قياس ضغط الدم والوزن عند زيارة الطبيب، وكذلك إجراء تحاليل الدهون وتحليل الدم والبول للكلى، وإجراء فحص القدمين وفحص العيون كل سنة، وإجراء فحص الأسنان كل 6 أشهر، وأيضاً تناول أدوية حماية القلب والشرايين حسب توجيهات الطبيب، والتطعيمات مثل الإنفلونزا والتهاب الرئة والتهاب الكبد. هل لديك أسئلة يا أستاذ حسن؟ شكراً لك يا آنسة سكر، هذه المعلومات مهمة ولم أكن أعرف معظمها. لقد اعتقدت أني خبير بمرض السكري. أريد أن أسأل عما أفعل إذا ارتفع مستوى السكر وأنا في البيت، وما هي الأغذية التي يجب أن أتناولها
وما نوع النشاط الذي يجب أن أمارسه؟ هذه الأسئلة مهمة وسوف نناقشها مع مواضيع أخرى عندما تتابع معنا في برنامج السكري التعليمي، وذلك بعد أن تخرج من المستشفى إن شاء الله. لقد أخذت درساً مهماً من مرضي ودخول المستشفى بسبب جلطة القلب. إن ما حدث كان بسبب إهمالي، يجب علي أن أهتم بصحتي والمتابعة الدورية مع فريق السكري. أحسنت يا أستاذ حسن، وهناك رسالة مهمة نشاركها مع مرضى السكري، وهي اهتم بالسكري قبل فوات الأوان.